قام إيهاد الساحلين يوم الاثنين 7 ماي بإضراب عام ومن ثم قطع كل الطرق المؤدية إليها وغلق كافة المحلات التجارية والمقاهي والمخابز مطالبين بذلك بحقهم في التشغيل وإعادة النظر في الحد الإداري بين بلدية الساحلين وبلدية المنستير التي تعود إلى سنة 1974 متهمين أطرافا سياسية في ذلك الوقت على حد قولهم. أنا أخذنا استقلالنا عام 56، مدينة الساحلين مازالت مستعمرة. مستعمرة من طرف سلطات سابقة وأطراف سياسية اللي هو زعيم بورقيبة. نصف ناس وظلم ناس وقمع ناس. احنا مقموعين من أحد بورقيبة. السيد الزعيم بورقيبة نحترموه وتحترموا الناس الكل. ظلم الساحلين وحقر الساحلين باش عمل المستير. المشكلة الأساسية استرجاع أراضينا المغتصبة. اثنين تشغيلنا في أراضينا. ثلاثة عنا أضرار من برشا شركات منهم المطار مضرورين منه معنويين وماديين. الصبغة الذكية سوسة في الساحلين مستنفعة بها ناس أخرى. نطالب ممثل عن رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية إذا كان ما عندوش التزامات يزورنا. اثنين ممثل عن الحكومة إذا كان رئيس الحكومة عنده التزامات. ثلاثة نحب النواب بما فيهم السيد القصاص ونحترموه الناس الكل. وقع الانتداب، عندي كشف حول الانتدابات تاع عقد الوقية بالنزول السياحية وعددها 3400 من الساحلين ما انتدبوا حتى معناها ياخذوا في 1% وساعات ما فما حتى شيء. احنا مطالبنا ماهيش تعزيزية، مطالبنا شرعية، نحبوا نكوروا في بلادنا بغرة الرياضيين. اخويا انا يعني تدخلي هاك تشاهد تو في النواب، قول لي الواه الورد هذايا ما هو يدعيوا انها ضربات ومشاكل وست طرقات هالورد بالله يشوف كاميرات ثبت. الورده بدينار هذه الباكو ب 100 دينار متكتلين الناس كل كل واحد حق ورده للحافلات اللي تحمل الاجانب والسواح. ماناش ضد احنا الاقتصاد وضد النزول وهذا دليل هون قاطع وانه احنا مالي البلاد ماناش ضد الاقتصاد وضد الدوله وضد السياح. الورده بدينار هذه ويعلم الله الشباب كيفاش لم الوتله يقولوا شهويات هاو يجي واحد انتوما زياره فوجيه المسؤول المسؤولين ويشوف عند شاب بيرسونيل المؤسسه اللي شغل في 400 فيها الزوز من الساحلي. وهي هذه دليل ظاهر من قبل وان اعداء كاين السلطه الاولى والثانيه وغير تفهم فيها. طالبة تشغيل راجلي بطال وعندي زوز صغار نحب راجلي يخدم. انا براح رجاله ما عنديش لحد حد لا راجل لحد حد عاوني ولادي زوز بطال ولدي دار كل الدور الفضوسيات براي يدخلوا فيهم. بالنسبة للمسألة هذه تحدثنا معهم وكان الوعد منا على انه الموسم السياحي هذايا هو صحيح السياحه هي اللي كامل اللي كامل الولايه وتشغل حتى من خارج الولايه لكني نعرفوا لذات الخصوصيه انه يكون عندهم نصيب. وتحدثنا مع المندوب وتحدثنا مع اهل يعني القطاع ولم نجد صدا في هذا الموضوع. هما قالوا اللي هناك حالات مستعجله ضمن الاطار هذايا هناك حالات مستعجله. الحالات المستعجله هذه قدروا في انه تكون في حدود 20. قلنا لهم احنا لا نلتزم لانه ماناش احنا اصحاب الاهل والعقد لكن سنعمل على انه نوجدوا لهم يعني نقولوا احنا حل في القريب العاجل. فقط قدمونا ملفات فال 20 هذوما معناه يزيد وينقص حاجه معناه مش فماش حتى غلق. فتم تقديم وبطبيعه الحال عن طريق السيد معتمد الساحلين تم تقديم 35 حاله وارتقت الى 36 حاله. قدرنا احنا في ال 35 هذوما ان نوصلوا الى اتفاق مبدئي في حدود 23 25 يعني موطن شغل هذوما وبالاسامي عندنا هنا اسماء المؤسسات مسجله وكلهم او جلهم تم الاتصال بهم واللي ما تمش الاتصال به يتم الاتصال به في خلال الاسبوع ذا يعني المساله ذي تمت معناها في الاسبوع المنقضي هذا في اخر الاسبوع المنصرم. فما لي باشر فما شكون رفض فما زوز رفضوا قال انا ما نخدمش في روسبينا نخدم في سهره بيتش. بو احنا ما عندناش سلطه قهريه هذا ولا مع العهد
نقولوا احنا البعد. احنا تو معنا في المفترق نتاع الطريق بين بلديه الساحلين وبلديه المستير، في نقطه في الساحلين وبعيد على مدينه المستير 20 كيلومتر، وهذا معناها المسافه هذه تبين اللي وقعت منظمه على بلديه الساحلين في اغتصاب الارض نتاع مشيخه الساحلين. المنطقه اللي مجنبنا من هنا هي المنطقه السياحيه، والمنطقه القدام اللي هي المنطقه الصناعيه اللي هي في مدينه الساحلين ومواردها تتمتع بها بلديه المسير. وهذه قضيه مظلمه بقرار سياسي سنه 1972 في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبه، ووقعت بقرار رئاسي وانتزعت هذه الاراضي من اهالي الساحلين للوكاله العقاريه للسياحه اولا لفائدة المصلحة العامة بأسوام رمزية لا يتجاوز معناها المتر الواحد 100 مليم ولا 150 مليم، واحنا نعرفوا لكل عائلة في الساحلين عندها على الأقل هكتار على البحر. الأراضي هذه الكل وقع اغتصابها وانتزاعها لفائدة المصلحة العامة. والمظلمة الثانية اللي موارد هذه الأراضي، موارد المنطقة الصناعية وموارد المنطقة إذا السياحية، تابعة لبلدية المسير. توجهتوش للقضاء، توجهتوش بعد الثورة فتحتوا الملفات؟ بعد الثورة قاعدين نجمعوا في الوثائق وقاعدين إذا نحضروا في ملف كامل. ونحب نعلمكم آني اللي بعد انقلاب 7 نوفمبر عندنا وخيانة مناضلين كما سي سلام التجوري، سي فرج الحايم وسي فرج بن يحيى اللي هو رئيس النيابة الخصوصية، حضروا ملف ووصلوه لوزارة الداخلية ووصلوه رئاسة الجمهورية على جدة الانقلاب، لكن بإعاز من عبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وقع قبر الملف. للاستفسار حول كل هذه الطلبات اتجهنا إلى مقر ولاية المنستير، حيث أفادنا السيد الوالي الحبيب ستهم بالتصريح التالي: بخصوص الحدود، هذه مسألة تقسيم إداري تمت في السابق، واحنا نعرف أن هناك العديد من المسائل الإدارية الشائكة ما بين الولايات ذاتها وما بين المعتمديات ذاتها وما بين البلديات، والمسألة هذه تحل في منظومة شاملة. لكن في انتظار أن المسألة تتحل في منظومة شاملة، شو نقول؟ نقول أن المسألة هي ليست التقسيم الحدودي ولا الإداري منتقد ولا مطالب به ولا مطلبا لذاته، بل لمردودياته على البلدية من ناحية أنه تولي عند البلدية مداخيل فلوس وتولي تنجم تفتح آفاق للاستثمار. نقول احنا اللي نجموا على الأقل نعدوا به واللي وعدتم به واللي خيط أذان صاغية، هو أنه النقص اللي موجود هذا في المداخيل ندفعه احنا باش نسدوه في دعم التنمية داخل الساحلين، في دعم الاستثمار داخل الساحلين. أنا حاسه اللي هو مطلب عام عند اهل الساحلين، وهما الكل يقولوا ان هي مظلمه. النظافه تزنا فيها بلديه الساحلين بامور امزيه، الشوفير يجيني يهزي في الفضلات لنا بامور امزيه. كيفاش بامور وخيان؟ علي. ما كانش ما يهزها ليش؟ على خاطر احنا يقول لي انت تبع بلديه المسير، بالنسبه احنا للزبله والخروبه وكل معاليم الاضاءه وبالنسبه للسونات والكل المسير نهزوا فيها. فهمتني؟ ويقولون عندكم الخط هذاك هو اللي يفرقهم، الكياس هذاك منا، ما انا كياس هو 400 للساحلين و400 للمسير، واحنا كل شيء نخلصوا فيه المسير. احنا نحبوا وان نوليو تابعين بلديه الساحلين، نخلصوا ادائنا وكل شيء بلديه الساحلين، احنا بلديه الساحلين هي الاولى. هذه مساله نرجع فيها بالنظر اول حاجه لمصلحه شؤون البلديه في الولايه، اجابه اداريه تقنيه ما نجمش نجاوبك عليها. معناها وانا لا معناها كيما نقولوا لا يقلقني اني نقول راهو الاجابه هذه ماهيش ملكي حاليا، لكن نشوف مع مصلحه الشؤون دائره شؤون البلديه، نشوف مع البلديه، نشوف مع السيد الكاتب العام، نشوف الاطار القانوني بتاعها لاني سليمه، اي هل اني سليمه ماهيش سليمه؟ اذا كان هذاك هو الواقع نرجع احنا عندنا وزاره نرجع لها بالنظر، نطلب منها الوثائق وننظر. اما اني ننظر في المساله ننظر، لكن فقط يلزمني مؤيدات، لانه وقت اللي مش نتحرك في مساله صحيح انا مش نكذبك ولا نصدقك ولا نكذبهم ولا نصدقهم، لكن ماذا بيكون يكون فما مرسول؟ اي بالضبط، يعطيونا يبعثونا هم مراسله انه معناها القطعه الفلانيه ولا الارض فلان ولا معناها بالاثبات ورانا هاو نخلصوا في البقعه الفلانيه. واحنا نجموا ننظروا في المساله هذه من الناحيه القانونيه نتاعها، من ناحيه
الاداريه نتاعها ونعلموهم ما عندناش حتى قلق. Hey,